في ظرف أقل من 3 سنوات منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأمر بإنشاء مركز استشفائي لمعالجة مرضى السرطان في عاصمة السهوب ولاية الجلفة، هو اليوم يدشن من قبله شخصيا هيكل صحي ب 120 سرير يدخل حيز الخدمة رسميا ليفك الغبن عن المريض الذي كان يجهده المرض والتنقل لمئات الكيلومترات من أجل العلاج. معاناة مرضى أهل الجلفة والمناطق المجاورة كانت لسنوات عديدة للتنقل للعاصمة وللبوليدة وحتى ولاية ورقلة لمسافة أكثر من أزيد من 500 كيلومتر، يعني مثمن عاليا مشروع مستشفى أمراض سرطانية بولاية الجلفة. المركز الاستشفائي لمكافحة السرطان بولاية الجلفة أنجز بغلاف مالي قدر ب 450 مليار سنتيم مدعما بمعدات وتجهيزات متطورة في تخصصي العلاج الإشعاعي والكيميائي ليكون إضافة في قطاع الصحة بالمنطقة. قرب لنا المسافة بين بليدة وجلفة، الله يبارك، ما كنا نعانيو فلنروحوا لبليدة ونجو، واليوم الحمد لله الفضل يرجع ربي وللرئيس الجمهورية. كنت باش ندير راديو لازمني نطلع للبليدة، لازمني نمشي هاك والنقل بهذا المستشفى تنحت لنا أزمة كبيرة. حلم أصبح حقيقة، إنجازات حيوية ومهمة، قرارات وتعليمات تتجسد على أرض الميدان. المركز الاستشفائي ضد السرطان بالجلفة ثاني هيكل صحي يدخل الخدمة بعد مستشفى كبار المحروقين بزيرالدا في أقل من عام.